خويا الصباح هذا كنت صدمو في الحي ديالنا خويا بواحد واحد القتل ما كناش متوقعينه في هذا الصباح نسمعوه. يعني صدمة الشباب الساكنة كاملة كتصدم كيفاش ماشي السيد هذا قش راسو بالليل دار قنبة خدام في الجامعة قش راسو بقنبة فوق الصباح بنادم كيقولك إني لله وإني لا راجعون. السبب المرض ديالو شي سمعوا الدواء الدائرة داش الشرطة حقاش معاه ولا ماشي داك الشيء. المهم هادشي اللي قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. الله يعمو رضاه الله يعمو رضاه الله يرحمه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.